منصب مهم جدا، يعني حاجة بتفرق في حياة الناس كلها. عايز اتكلم مع حضرتك الاول على موضوع مهم جدا وجزئية مهمة جدا، ليه علاقة طبعا بالتنمر بالبلدي كده عندنا التريقة، ولا انا اقلل من شأن حد. انت بالنسبة لك اكيد الموضوع ده تتعرضي له بشكل كبير كتير في بالنسبة كل للناس اللي مكان، بيجوا. في كل مكان. الاول التنمر ده ان انا الحق الاذى بحد او احقر منه او اقلل منه ايا كان نوع الضرر او نوع الاذى ده، سواء نفسي معنوي جسدي. ممكن يحصل من شخص او مجموعه اشخاص بيكون متعمد، يعني انا مش كده بايلك، لا انا متعمده ومتكرر، بيحصل كتير. قاصد حد، ممكن بيقصد يبقى حد. شخص ومجموعه اشخاص، ممكن يبقى طالب في مدرسه او تلميذ او طفل ومجموعه اطفال، يعني حسب التنمر بيحصل في ايه، لانه بيحصل في المجتمع الكبار والاطفال بالظبط. الصغيرين. كلمه التنمر ده يعني يمكن تكون جديده على مسامعنا. الاول كنا نقول فلان بيضايق فلان او فلان بيتريق على فلان. كلمه تنمر جديده شويه على المجتمع المصري، وعشان يكون في ثقافه نفسيه نوعا ما ابتدوا يعملوا اعلانات وحملات اعلاميه عشان خاطر الناس تبقى فاهمه ايه هو التنمر، او يحطوا الحاجه في المصطلح بتاعها، يعني نبقى فاهمين انه ايه، يعني فلان بيضايق شويه وهيقع، لا ده تنمر. ابتدى القانون يجرم عشان خاطر يكون في رادع للناس دي. شفنا اعلانات وتوعيه على مدار يعني اخر سنتين ثلاثه على التلفزيون المصري، ان هم يعني ما الموضوع هو ده مهم القانون جدا بالنسبه لهم. بالظبط، والقانون عامل يعني عقوبه رادعه للكبار. طب بالنسبه للصغيرين احنا محتاجين نشتغل على ده اللي التربيه بيأثر بقى يا دكتور في البيت. صح كده؟ ايوه، لان لما بيروحوا المدرسه انا ممكن الاقي طفل عادي جدا، ممكن يعني متربي تربيه سويه، ولكن ينضم لمجموعه متنمرين عشان يبوظوه. خاطر، لا هو عشان خاطر يعني زي ما يقولوا كده بيمنع الاذى عن نفسه، بدل ما هم يبقوا حاطيني في دماغهم وحاطيني انا هدف بالنسبه لهم، لا انا انضم ليهم عشان ابعد الاذى عن نفسي. صحيح. او ان يكون بابا وماما اصلا متنمرين والبيت مش سوي، وطول ما انا قاعده بتريق عليه كصفات جسمانيه او مثلا عماله اقول له لا انت مش فاهم كذا، انت اعمل كذا، فهو الولد شايف انه مضغوط، فهيخرج الضغط في ايه؟ في زمايله او في الاطفال الاقل منه وهكذا. انت عارفه فبتبقى دايره بقى. الاطفال في السن الصغير، يعني مش كلهم بس الغالبيه العظمى، ممكن يبقى الوزن يزيد شويه، ايوه. مش عارف ايه، فاللي هو النوع بقى من الهزار بتاعنا، انت مقلبز، انت تخين، انت بتاكل كتير، انت حتى الكلام ده لو جاي على سبيل الهزار برضه يؤثر في الولد. طبعا، لانه عنف، انا مش قابله غيري مختلف عني، لان وارد جدا ان انا الاقي الناس مختلفه عني، سواء في الطول او في اللون او في الدين او في اي حاجه، بس مش معنى كده ان انا مش قابله اختلافك فاعبر عن ده، يعني حتى لو انا على سبيل الهزار طبعا بيأثر طبعا، برضه. لانه حتى في النادي وانا في التمرين مع ابني بشوف اولاد معاه ممكن يكون جسمانيا مليان شوية. بالظبط، فالناس يقولوا له، حتى ممكن في بعض الكباتن يكونوا متنمرين يقول له مش قادر تجري، انت اجري. كلبوزه، انت مش عارف ايه. فطبعا الولد ثقته بنفسه بتتهز. ده زائد لما يجي يشتري هدوم زي زمايله، مش كل حاجه بتيجي على قد مقاسه. وبعدين ثقافه التغذيه مهمه جدا، يعني انا لما اكون ام وعندي صفات جسمانيه معينه وعندي الموضوع السمنه ده وراثه، مفروض او انا بعاني منها، مفروض ان انا مع ابني ملاحظه ان هو بيزيد وزنه، مفروض ان انا اتابع مع دكتور تغذيه عشان يوصل لجسم مثالي، او على الاقل يبقى طوله متناسب مع جسمه. صحيح. لكن انا ما بقاش حاطه في دماغي ان التغذيه دي ان انا اكل ابني في المطلق وخلاص. ما يا دكتور ممكن ناس تقول لك انا ما بحبش احرم ابني او بنتي من ما حاجه. هو ما طيب هو الولد او الطفل او البنت ايا كان مش عارف مصلحه نفسه. صحيح. دايما بيبقى عايز والده او والدته، ويا ريت يكون في من الاب والام الاثنين متفقين على هدف، يعني ما يبقاش الايه سيبيه ياكل اللي هو عايزه، والام لا انا عايزاه يحسن ما جسمه، يبقاش حد بيحافظ فالاثنين والتاني بالظبط. بيبوظ فانا الدنيا. الولد ما بقاش عارف هو ياكل اللي نفسه فيه، هو ده الصح ولا الغلط، ما هو بابا بيقول حاجه وماما بتقول حاجه ثانيه. فيبتدي من ورانا، بدل ما هو واخد موضوع التغذيه ده ثقافه، او ان انا كده بظبط جسمي، او ده عشان صحتي، لان في اولاد كتير ممكن يكون مثلا عندهم السكر، فهو نفسه اللي بيعمل الحقنه لنفسه او التحليل لنفسه، ان هو عارف كويس انه لو اهمل في نفسه يحصل له حاجه، فده طفل عارف يعني عنده مسؤوليه. مين اللي بيدعم الكلام ده؟ بابا وماما في البيت. لكن لو ماما بتقول عادي كل اللي انت عايزه، او بابا بيقول كل اللي انت عايزه، وحد من الطرفين شادد، فاذا لما الطرف ده ما يبقاش موجود انا هعمل اللي انا عايزه. حضرتك ده يعني بتقولي لازم يبقى في نظام. طبعا التربيه اهم حاجه. قصه التنمر احنا بنقول يعني في عقوبه ليها بتجرمها. طب بالنسبه للبيت، ما هو التربية هي اللي بتطلع الكائن ده بعد كده يقعد يأذي زمايله حتى في الشغل. يعني احنا ممكن في أحياء كتيرة أو مناطق كتيرة يكون فيها تجمعات،
فتلاقي نفسك متضايق، انت مش عارف تتعامل، وكل ما تحاول يعني حتى لو مش بالكلام او كده ممكن بنظرة العين انت بتعمل تنمر على غيرك. في ناس مش فاهمه برضو ان الموضوع حتى لو على سبيل الهزار، يعني انا بهزر مع حضرتك بس انت ممكن الكلمه تاثر فيك، وفي ناس في يعني نص ممكن تضحكي الهزار لي وتهزري بس الكلمه وفي ناس اثرت في نص الهزار ممكن يقولوا لك كلمه معينه هم قاصدين يجرحوك، بس في نطاق احنا بنهزر فيها ايه يعني. فالانسان لما بيعمل حدود بينه وبين الناس، ولازم الفرد يعني الانسان او الفرد يبقى فاهم كويس قوي ان حريتي بتنتهي عند حريه الاخرين، عند حدود حريه الاخرين. لكن حته ان احنا عشمانين في بعض زياده عن اللزوم ونجرح بعض في اطار ان احنا بنضحك مع بعض، لا طبعا. بس تنمر. حضرتك شايف الكلام ده بيحصل؟ مفيش حاجه الكلام ده بتحصل. بيحصل لما يكون الاب والام قليل يعني، تعرف احنا المصريين ما بنسيبش بعض في حالنا يعني، دايما ما حدش هيسيب التاني في حالنا. لحد دلوقتي احنا كسبنا وخدنا طيب يعني، انتوا لسه لحد دلوقتي بتحتفلوا؟ انت شايفه ده نوع من انواع التنمر؟ طبعا. طبعا. من ناحيه ايه بقى؟ انت شايفه لانه اولا الرياضه عموما او اي حاجه في الدنيا شفت اكيد كلمه انتوا محرومين. ايوه انتوا من نفسكم شويه. مره من نفسكم. طب ليه؟ لانه احنا ما تعودناش حته الرياضه عموما. لازم يكون الانسان عنده روح رياضيه. انا داخل ماتش عارف ان انا ممكن اكسب او اخسر. فكره ان انا اتقبل الهزيمه او لا دي ثقافه. صحيح. صح ولا لا؟ زي الام دايما اللي في البيت تقول لابنها لا انت ماشي اوكي انت ابنك هينجح، لا انت لازم تطلع الاول. فانت بتديله لود زياده. ممكن يكون الحافز احفز ابني معنويا واديله هدايا بس بليمت معين، لكن الحاجه في المطلق لا انت لازم تطلع الاول. طب ما طلعش الاول، هو سقف تطلعاته وتوقعاته عاليه. فبيحصل احباط. فلازم فكره ان انا عايزه اعود ابني انه ما يبقاش متنمر، اخد بالي كويس قوي انا بتعامل مع ابني بصيغه ايه. هل انا طول ما انا قاعده بحقر فيه وانت اصلك مش فاهم، واصلك انت لما تكبر هتفهم، انت كده مش فاهم حاجه، انت لسه صغير. كل الكلام ده غلط طبعا، لان هو بيروح ينقله بصوره تانية. او انه يعنف ويتضرب في البيت.